اول ترند معانا الاسبوع ده هو ترند من انجلترا، وطالما قلنا انجلترا يبقى اكيد كلنا هنخمن كده ان الترند خاص بلاعبنا اللي مشرفنا محمد صلاح. والحقيقه ان محمد صلاح متصدر الترند في مصر وانجلترا الاسبوع اللي فات كله، وده لاكتر من سبب، كان اخرها الهدف الخرافي اللي جابه في اخر مباراه لفريقه في الدوري الانجليزي. وبعيدا عن جمال الهدف الا ان اهميته بتيجي في ان محمد صلاح دخل رسميا نادي العظماء واساطير ليفربول بعد ما وصل رصيده من الاهداف مع ليفربول ل 150 هدف، وبيفصله 8 اهداف بس عن مايكل اوين صاحب المركز الثامن عنه في القائمه، مايكل اوين اللي جايب 158 هدف. طبعا محمد صلاح لو استمر بنفس المستوى ده هيقدر ينهي الموسم في مركز متقدم جدا. تصدر محمد صلاح الترند كمان بسبب انه اتصدر قائمة هداف الدوري الانجليزي ب 17 هدف بفارق 5 اهداف عن اقرب منافس ليه وهو زميله في الفريق جوتا. الترند التاني اللي معانا هو خاص بمسلسل ابو العروسه واللي مكسر الدنيا وكل الناس بتتكلم عنه. في لقطات كتيره قوي منه متصدره الترند، وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسه. الحقيقه فيه كتير من المشاهد المؤثره اللي تصدرت الترند، وكان منها مشهد فسخ خطوبه هاجر واللي بتقوم بدورها كارولين عزمي بعد ما اكتشفت خيانه خطيبها ليها في يوم حنتها، وده خلى ناس كتير تتفاعل مع المشاهد دي. وكمان من المشاهد اللي كانت ترند هي رده فعل والد هاجر واللي بيقوم بدوره سيد رجب بعد ما هاجر سابت خطيبها، وازاي كان مثالي في رده فعله واستعاب بنته. ومن ردود الفعل الايجابيه كانت من هاني يونس المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء اللي كتب على فيسبوك الخاص بي: لم يسعدني الحظ لمشاهدة حلقات الجزئين الأول والثاني من المسلسل العظيم أبو العروسة لظروف العمل وكثرة حلقات كل جزء. اقتنست مشاهدة بعض الحلقات وكنت ساعتها في غاية من السعادة من هذا التمكن من مفردات العمل الدرامي بكل شيء. أحببت المسلسل كثيرا رغم أني لم أشاهده مكتملا، ولكني كنت أخشاه، نعم أخشاه، فأنا واحد ممن يبكون لسماع أغنية المبدع مدحت صالح: بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا دي، لا أمل من سماعها رغم بكائي المتكرر، هكذا سأكون مستقبلا. ومسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمد حاتم، مدحت صالح، صفاء التوخي. واخر ترند معانا بقى هو خاص بفيلم معالي ماما واللي كان العرض الخاص بيه من ايام قليله. الفيلم من بطوله بشرى، محمود الليثي، ونور ايهاب، وبتدور احداث الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقه الام باطفالها في ظل وجود مسؤوليات كتير بتحيط بيها زي شغلها اللي بتقابل فيه كتير من التحديات. كاميرا ترندز كانت موجوده في العرض الخاص وقابلت بشرى وابطال الفيلم. الحقيقه هي المراه العامله عموما في مصر التي تعول وفي نفس الوقت بتشتغل وبتشتغل في مناصب مهمة أو بتبقى ماسكة مسؤوليات كبيرة جدا في مجال العمل، بتبقى دايما واقعة في حيرة وفخ اللي هو ما بين التوازن ما بين المنزل وما بين العمل، ودايما بيبقى فيه عناصر بتتأثر من الجانبين. فالفيلم بيطرح هذه التساؤلات، ما بيقولش يعني هو إيه اللي أصح، لكن الفيلم بيقول إن ده واقع موجود وملموس، وأعتقد إنه ده المهم جدا اللي هو النظر للمرأة العاملة. حريص طول الوقت إن أنا أعمل شخصيات جديدة وأعمل حاجه شبهي انا او طبعي انا، ف يعني لو ركزت في كل الحاجات اللي انا عملتها القليله اللي انا عملتها مش هتلاقي شخصيه شبه التانيه، لان انا مركز جدا وربنا يوفقني، يعني مركز جدا ان انا اعمل حاجات مختلفه. الفكره ان انا شايف الافلام كلها في مصر او في الوطن العربي كله مايلين للاكشن ومايلين لافلام اللي هي الكوميديا الفارس، الكوميديا الضحك للضحك. انا بعمل لايت كوميدي بس من خلال مضمون قصه فيها مورال طيب وفيها يعني قصه كفاح للاسره والام المصريه. انكل احمد نور قال لي انا عايزك في فيلم معالي ماما، وانا شفت الدور بقى وكده فعجبني، فانا رديت بشرى، وانا وسولي ونور احنا المفروض اخوات وبنجنن ما بدهم نعمل فيها مقالب. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.